رضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاهو انبقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعرف فابكي للحسين فابكي للحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الرحمة ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته. السلام عليك حبيبنا إمامنا المظلوم الغريب العطشان المذبوح سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه وعلى آل بيته الكرام، على أخيه أبي الفضل، على ولده الأكبر، على ولده الأصغر، على ابن أخيه القاسم، على الشهداء السعداء من كانوا هم شهداء كربلاء في يوم العاشر من محرم الحرام. وسلام على مولاتنا زينب جبل الصبر عقيلة بني هاشم، روحي لك الفداء وأرواح العالمين لك الفداء. سلام على أولاد وبنات الحسين، سلام على مولاتي رقية، مولاتي سكينة، مولاتي فاطمة، مولاتي خولة، وكل من التحق بركب الحسين. سلام على كل من أحب أن يواسي زينب وكان في رحلة السباء بعد العاشر من شهر محرم. أتعلمون يا آل بيت الحسين أن العالم بكل أن العالم كله في هذه الليلة وفي كل الليالي من أول ليلة من أيام شهر محرم ليالي شهر محرم قد انتفض العالم ونادى يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، وذرفت دمعة على الحسين أي لبيك سيدي لبيك يا أبا عبد الله. في ليلتنا هذه ليلة المصاب في رحاب إيقاد شمعة لرحاب مولانا الأكبر علي بن الحسين الأكبر روحي له الفداء، من نسلم على والده الحسين ونسلم عليه السلام عليك يا أبا عبد الله. كل من يحضر مجالس العزاء في هذه الليالي لا سيما هذه الليلة ليلة التاسع من شهر محرم ويزور الحسين ويزور ولده علي الأكبر روحي له الفداء وولده الأصغر علي الأصغر عبد الله الرضيع، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني من كادرنا من مشاهدينا من متابعينا من كل الزوار والخدم في كل بقاع الأرض الأحياء والأموات، عليك منا نور عين سلام الله، أنت تسمعنا إمامي حسين، أنت ترى هذه المواكب مواكب العزاء التي هي في رحاب ندبتك في رحاب مواساتك سيدي حسين. اقبلنا مواسين، اقبلنا في هذه الليلة مواسين بحبيبك علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. أيوا علي علي الأكبر اللي عندما استشهد جئت عنده استلقيت بجواري جثمانه المبارك، أيوا إماما خدك على خده بكيت عليه بعدا لقوم قتلوك يا علي الأكبر. أيوا حسينا أيوا إماما
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سيدي، خدمتكم سيدي، إقامة العزاء عليكم سيدي. ويا ربي إن شاء الله شفاعتكم دنيا وآخرة. نظرة كبيرة منكم يا آل بيت رسول الله، نظرة منك يا أبا عبد الله، بنظرة ودعوة بتوفيق وتسديد لإقامة العزاء عليك. العالم كله يقيم العزاء عليه بنظرة رحيمة. أدعو الله لنا بقبول أعمالنا، بأن نرزق حسن العاقبة على محبتك، وأن نكون آخر لحظة نعيشها من حياتنا في رحاب إقامة العزاء عليك. آخر كلمة نقولها نقول وحسين ونخرج من هذه الدنيا، هذه أمنيتنا. اللهم ارزقنا بحق الحسين وآل الحسين حسن العاقبة، اللهم آمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى علي الأكبر، روحي له الفداء. جودي بفيض الدمع يا عيني، حزنا لمن أبكى الحسين مليا. أتعرفون كم بكى الحسين على ولدي؟ أرباب المقاتل يذكرون بكى على ولدي حتى قبل ما يخرج. كان أول شهيد في رحاب الثورة الحسينية في الطف، إذا ما أردنا أن نذكر أول شهيد في رحاب النهضة، كان مسلم بن عقيل سلام الله عليه، باب الحوائج إلى الله. لكن في واقعة الطف العاشر من محرم الحرام كان مولانا علي الأكبر أول الهاشميين، الذين هم ماذا إخواني؟ الذي ناصر والده الحسين، الذي استشهد بين يديه. وأي كلام سمعه من ولده؟ سنكون في رحاب باب الجنة، سنتحدث عن هذا الكلام بإذنه تعالى، لكن عيوننا تذرف الدمع إذا ما ذكرنا علي الأكبر. نحن نحبك سيدي يا علي الأكبر، ومصابك يؤلم قلوبنا يا مولاي يا علي الأكبر. اقبلنا معزين لك، كما أن العالم بأسره يعزيك في هذه الليلة ويذكرك. خطبائنا، رواديدنا، شعرائنا، الكل قد ماذا؟ قد أوقد هذه الشمعة في رحابك سيدي. جودي بفيض الدمع يا عيني، حزنا لمن أبكى الحسين مليا. لا تغمضي جفنا على غير القضا، وابكي دما شبه النبي علي. ابكي ابكي على علي الأكبر. كل شخصية من شخصيات كربلاء هي ذكرها يؤلم القلب، لأن له موقف عظيم، موقف يقف الناس إجلالا له. شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة، كيف يكون ذلك؟ لا نتوقف، لا نحبه حبا جما، لا نتمنى أن نكون معه في الدنيا والآخرة، كيف يكون ذلك إخواني أعزائي؟ لا تغمضي جفنا يا عين، عن كل موالي وموالية هذه الليلة وفي كل هذه الليالي، إذا ما ذكرنا الحسين نذكر أولاد الحسين الأكبر والأصغر، علي الأكبر وعبد الله الرضيع. لا تغمضي جفنا على غير القذى، لازم تبكين ها يا عين. لا تغمضي جفنا على غير القذى، وابكي دما شبه النبي علي. قرما جليلا عالما ذا هيبة، بطلا شجاعا. والنعم مولاي الأكبر، بطل شجاع كأبيك سيد الشهداء، كعمك العباس، كعمك الحسن، كجدك أمير المؤمنين، كجدك رسول الله صلى الله. ألست شبيهه؟ روحي له الفداء. شجاعا، قرما جليلا عالما ذا هيبة، بطلا شجاعا أصيدا. هو كمية ألفي الله ألف صحاب أبيه صرعى كلهم
فأتى يريد الإذن منه حيا. الله شاف حبيب استشهد، شاف عابس استشهد، نافع استشهد، زهير استشهد، وهب استشهد، كل أصحاب الحسين كانوا يتهافتون على الموت. هنيئا لكم يا أنصار الحسين. شاف الوضع بعد ما بقى واحد من عدهم، بدأ هو بالنزال من بني هاشم. ألف صحاب أبيه صرعى كلهم، فأتى يريد الإذن منه حيا. أبتاه إذنك كي أكون لك الفدا، فدوى أروح لك أبويا، أنا أريد أصير بخدمتك، أريد أضحي بين إيدك أبويا. أنت جئت لي إصلاح هذه الأمة، أنت جئت حتى تكمل مسيرة جدنا رسول الله، جئت بالإصلاح يا نور أعيننا، أنا أريد أول واحد يقاتل بين يديك وأرزق الشهادة. أبا تدري شقد عطشان آني، لكن على اطمئنان أن جدي رسول الله سيسقيني شربة من ماء لا أظمأ بعدها أبدا. أيوا حسينا، شنو الحالة اللي كانت يوم عاشوراء من الظمأ؟ الكل عطشان. قلنا في يوم مسلم، مسلم أيضا قضى عطشان، كل شخصية في رحاب عاشوراء قضوا مثل إمام زمانهم. إمامنا الحسين قد قضى شهيدا، كلهم شهداء، قضى غريبا، كلهم غرباء، كانوا هم هنا في كربلاء غرباء، كلهم ذبحوا، كلهم مضوا إلى الشهادة عطشا، ومنهم علي الأكبر. أيوا عليا، أبتاه أبتاه إذنك لي كي أكون لك الفدا، أنعم بذا فاد وذا مفديا. نظر الحسين إلى علي آيسا وتوادعا، فدعا الإله نجيا. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الإمام الحسين، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. حبيبي حسين، نور عيني حسين، إمامي حسين، يا أيها الغريب والعطشان، ساعد الله قلبك في يوم عاشوراء، شلون عندك قلب تتحمل كل هذا الألم يا نور عيني؟ جايب تعب من مكة بكل المواقف اللي وقفتها يا مولاي، رأيت ما رأيت وشاهدت ما شاهدت، ختامها كان في أرض كربلاء. وصل، ما هذه الأرض؟ قالوا نينوى. هل لها اسم آخر؟ قالوا الغاضريات. لها اسم آخر؟ قالوا كربلاء. كأني بحبيب الحسين يقول ها هنا محط رحالنا، ها هنا نقتل، ها هنا يمنع عنا الماء، ها هنا أنا أقتل، ها هنا ولدي علي الأكبر، ها هنا أبا الفضل على المشرع. الله يا سيدي، كأني به، أنا لا أقول في رواية، كأني به. عندما نرى هذه الواقعة في قلوبنا ببصيرتنا إخواني أعزائي، كأننا نرى هذا الحدث موجود. من يوم الثاني من محرم دخول الإمام الحسين إلى كربلاء إلى هذه الليالي الصعبة، اليوم ليلة التاسع، غدا يوم تاسعاء، ها حوصر سيد الشهداء الإمام الحسين بذلك الجيش
اللي فرحة فرح ابن مرجانة وفرح اللعناء من الظالمين. لعنائي والله، لعنة الله عليهم. فرحوا بمحاصرة الحسين في يوم غد، يوم التاسع على العاشر، ليلة العاشر. وكان ما كان من حبيبنا سيد الشهداء أنه أرادوا أن يقاتلوا الحسين في هذا اليوم بالتحديد، في هذه الليلة أمهلوه وقضوا الحسين وآل بيت الحسين وأصحابه هذه الليلة بالعبادة، لطالما أحب العبادة سيدي ومولاي. حياكم وبياكم إخواني أعزائي، وعظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، باسمكم جميعا مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، متابعي برنامج حي على العزاء. إخواني أعزائي، نعظم لكم الأجر، لكم وباسمكم إلى صاحب الأمر، أرواحنا فداء من يقيم العزاء على أبيه الحسين، من يبكي عليه صباحا ومساء يبكي عليه بدل الدموع دما. سيدي، إذا ما بكينا، إذا ما أقمنا عزاء، إذا ما لطمنا الصدور، إذا كل شيء نفعله هو مواساة لك صاحبي، يا صاحب الزمان، يا نور أعيننا، يا من سنحشر تحت لوائك، يا من نتمنى أن نكون من أنصارك، يا من نتمنى أن نكون من خدامك خدام آبائك وخدام جدك الحسين، والله لا يحرمنا منكم دنيا وآخرة. قولوا آمين يا رب العالمين، الله يتقبل أعمالكم. دعونا في رحاب فقرتنا القادمة نجلس على باب الحسين، على باب الجنة، ونسلم على الحسين ونعزيه بولده علي الأكبر، روحي له الفداء. عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم، إلى فقرة باب الجنة. حياكم الله وبياكم، ما أجمل أن نجلس على باب سيد الشهداء، باب الجنة. إخواني بالله عليكم، اللي يجي إلى كربلاء يكون على باب الحسين يقف، كما أن زوار إمامنا أمير المؤمنين أيضا وقفوا على باب الجنة. كل مراقد أئمتنا هي أبواب للجنة إخواني أعزائي، وكل مكان يذكر فيه الحسين في كل بقعة من بقاع العالم هي جنة. إذا ما جلست مجلسا تحيي فيه أمر محمد وآله الطاهرين ويكون فيه ذكر للحسين، ألا تعتقد هناك بهذه الروحانية الجميلة أنك جالس في الجنة؟ ها؟ مجلس لطم تلطم، يسأل البعض أنت شكو تلطمون؟ شنو الداعي من عنده؟ تلطمون على إنسان هو في الجنة؟ مواساتنا ومحبتنا الكبيرة لإمامنا المعصوم، لإمامنا المقتول، لإمامنا المذبوح العطشان، يلي تجعل من عندنا نسعى ونسعى بخدمتنا. هذه الحرارة في قلوبنا هي التي تجعلنا نحضر هذه المجالس ونشعر بطمأنينة كبيرة، برضا كأنما عند الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس أحبها، وإمامنا الصادق يقول مجالس العلم ومجالس الذكر، ها؟ تلاوة القرآن ومجالس ذكر أهل البيت كلهم إخواني أعزائي، كلها فيها إحياء لأمر محمد وآله الطيبين الطاهرين. نجلس على باب الحسين، ندخل إلى صحن الحسين، ندخل إلى ضريح أبي عبد الله، نسلم عليه عند رجليه. من نزور مولانا وحبيبنا علي الأكبر، سلام الله عليه، السلام عليك يا ابن رسول الله. تسلمون معي؟ يلا سلموا معي. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، تسمعنا نور عيني يا علي الأكبر؟ قلبي يقول نعم، يسمعنا وينظرنا ومسجلون، نحن كلنا مسجلون عنده
زوارا خداما له ولأبيه ولكل من كان في واقعة الطف. سيدي اشملنا برأفتك وبلطفك بعنايتك وبشفاعتك نور عيني. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الله أكبر. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة. أي والله مصيبة كبيرة. قلنا كيف استحملها سيد الشهداء؟ كيف استحملها سيد الشهداء؟ يرى أصحاب اللي يحبهم هواي يذهبون واحد تلو الآخر، الكل عندما يعني يستشهد يقول عليك مني السلام سيدي يا أبا عبد الله. يأتي الحسين روحي له الفداء، يقف عند رأسه يدعو له يستغفر له ويقول هنيئا لك نحن في الأثر إن شاء الله. في لحظات شهادة علي الأكبر كيف كانت تلك الحالة التي عشتها علي الأكبر اللي تحب حب جما. إذا ما اشتقت يا إمامنا يا حبيبنا يا أبا عبد الله، إذا ما اشتقت إلى حبيبك إلى حبيبك رسول الله كنت تنظر إلى علي الأكبر. كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إلى علي الأكبر سلام الله عليه. السلام عليك سيدي عظ، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبروا إلى الله وإليك منهم. لعنة الله على بني أمية، لعنة الله على ابن مرجان، لعنة الله على عمر بن سعد، آل زياد، آل كلهم من شاركوا ورضوا بقتل الحسين. نحن نتبرأ إلى الله منهم ونواليك يا مولاي يا نور أعيننا يا علي الأكبر، ونوالي والدك ونوالي آل بيت رسول الله، ونتمنى أن نكون معكم دنيا وآخرة، وسنكون إن شاء الله سنكون إن شاء الله. إخواني أعزائي، علي الأكبر الروايات تقول هو أول شهيد من شهداء كربلاء من آل هاشم. علي الأكبر أول شهيد سقط من بني هاشم في يوم عاشوراء. في الزيارة ماذا نقرأ إخواني أعزائي؟ السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل. إذا ما أردنا أن نجلس ونطيل الجلوس في رحاب باب الجنة عند سيد الشهداء الإمام الحسين، نتذكر سوى تلك اللحظات الكبيرة العظيمة. أي والله لحظات التي بات بها سيد الشهداء في قصر بني مقاتل، كلنا نتذكر هذه الرواية، ورغم ما أننا سمعناها لابد أن نحيي هذا الذكر. قلناها إخواني أنا وأنت وأنتي من أعمارنا والأكبر من عندنا يعرف هذه القصة، لكن عندما نرويها أنتم أيضا رووها لأولادكم، رووها لكل مجتمع تحضرون فيه، فيه صغار أعمار أصغر من أعماركم قد يكون قد سمعوا أم لم يسمعوا. ضروري جدا أن نحيي هذا الأمر وهذه المناسبات وهذه هذه المواقف وهذه القصص التي فيها فيها ألم كبير إخواني أعزائي، حتى الأجيال اللي بعدنا تعرفها وهي أيضا تسولفها للأجيال اللي بعدها. جدا ضروري، لو مو ضروري كان ما قال الإمام الصادق أحيوا أمرنا، يعني استمرارية بإحياء الأمر، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. خدمتك إمامي الصادق وخدمة أهل البيت كلهم نحيي أمركم ما دمنا أحياء في هذه الدنيا، ونطلب من الله بحقكم أن نحيي أمركم في الآخرة. كيف يكون ذلك ما أدري، لكن نتمنى هناك هم نكون خدام، هناك هم نقيم العزاء على سيد الشهداء. شلون ما أدري. نسأل الله أن يديم علينا نعمة خدمة محمد وآله الطاهرين، حبهم ولاءهم، السير على نهجهم ورضاهم، وإن شاء الله إقامة العزاء عليهم، لأنهم كلهم مظلومون، كلهم شهداء أئمتنا، ما منا إلا مقتول أو مسموم إخواني أعزائي. على كل حال، في قصر بني مقاتل إمامنا الحسين أمر بالاستسقاء
من الماء ثم أمر بالرحيل. ساروا برحلهم. هواي أكو مكانات وقف بها سيد الشهداء الإمام حسين، لكن قصر بني مقاتل فيه قصة. ارتحلوا من قصر بني مقاتل وساروا ساعة، الرواية تقول خفق الحسين خفقة، روحي فداك يا حسين. ثم انتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيوا حسينا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. هنا حبيبنا مولانا علي الأكبر كان على فرس له، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الموضوع بعد ما يعرفها شنو، لكن على إثر كلام والده، شوف هذا البر لوالده، النهج الذي سار هو نهج والد الحسين، قال مثل ما قال والد الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. والدي حسين شنو الموضوع؟ يعني سمعتك تحمد الله وسمعتك تسترجع، استرجعت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أبتي مما حمدت الله واسترجعت؟ قال يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس، فقال القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. شوف الكلام الجميل من علي الأكبر، خاف الذي يأتي إليه. أي إنسان يقول له ترى أنت نحسنا فينا ترى إحنا ميتين، يخاف، لم يخاف إيه. لكن علي الأكبر ماذا قال لوالده الحسين؟ يا أبتي لا أراك الله سوءا، الله يمن عليك كأنما بالعافية وما يشوفك سوء. بويه سالم وغانم بويه كأنما يقول للحسين يا أبتي لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ إحنا مو طريقنا طريق الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. إيه ابني، إيه ابني علي، طريقنا طريق الحق. قال يا أبتي إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له سيد الشهداء جزاك الله من ولد خير ما جازى والدا عن ولده، راض عن ولده. وكان ما كان من قصة شهادته، سنقف وقفات عندها بإذنه تبارك وتعالى. لكن في لحظاتنا هذه دعونا أن ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا إخواني، ونذكر الحسين وعلى حبه نذكر ولد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، ونطرح هذا السؤال، ومن ثم هناك من يجيب إن شاء الله، أستاذنا ونور عيوننا وحبيبنا سماحة الشيخ مازن التميمي، من انضم إلينا في كل حلقات برنامجنا وتشريف لنا انضمام معنا، وهو مأجور معنا بذكر الحسين وبإقامة العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه آلاف التحية والسلام. نقول حينما خرج علي الأكبر للقتال يوم عاشوراء، إمامنا الحسين سلام الله عليه قال اللهم اشهد على قوم، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. دعونا نقف عند هذه الصفات المباركة التي شبه بها إمامنا الحسين ولد علي الأكبر، ولماذا تميز بهذه يعني الصفات الجميلة دون أخوته؟ روحي لهم الفداء. نقف عند فقرة على حب الحسين وسماحة الشيخ مازن التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. أيها المحبون الكرام، هذه الليلة نتطرق ونتعرض إلى تساؤل يسأله البعض. هذا النوع من التساؤل هو تساؤل معرفي، حيث لما برز علي الأكبر إلى القوم الإمام الحسين سلام الله عليه قال هذه الكلمات أنه يا الله إلهي اشهد عليهم أنه قد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. وهذه الثلاث كلمات تستحق الوقوف عندها لأخذ العبرة
منها. أما كلمة خلقا فهذه المسألة مسألة وراثية، فهو ابن الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا غبار على ذلك ولا شك في ذلك. والإنسان إذا كان ابن إنسان فيأخذ من صفات أجداده وآبائه، خصوصا إذا كانوا هؤلاء الأجداد وهؤلاء الآباء هم أئمة معصومون ومن سلسلة الأنبياء الطاهرين. خلقا هذا خلقا، خلقا الخلق هو السجية الطبيعة في هذه الإنسان، فإذا كان في الوراثة ماخذ من الأنبياء والأوصياء فهذا السجية مالته سجية الأنبياء والأوصياء، أما المكتسبة فهو قرين الحسين فيأخذ من أخلاق الحسين سلام الله عليه. منطقة منطقة لما تجتمع الوراثة والسجية في نفس الإنسان فأكيد يكون منطقة منطق حسن، خصوصا وأن تربيته قامت على أساس القرآن الكريم، قراءة القرآن والأحاديث النبوية التي يختزلها ويجمعها ويعرفها وقد سمعها من أبيه وخزنها في ذهنه وفكره المتوقد، فطبيعي أن يكون منطقه منطق حسن يقبله الجميع ويحبه الجميع. فلابد أننا أيضا نعتني بهذه الأمور الثلاثة، أن يكون خلق وخلق ومنطق، أنه نعتني بها في أبنائنا وذرياتنا، والإنسان الذي يعتني بهذه الأمور يحظى بالمجد والعظيم في هذه الدنيا والآخرة إن شاء الله إلى خير. صلى الله عليك سيدي نور عيني يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك ومن التحق بركبك نور أعيننا يا أبا عبد الله. شكرا كثيرا كثيرا لأستاذنا سمحت الشيخ مازن التميمي، حفظك الله رعاك الله سدد خطاك. أنا وأنت وكادرنا وكل المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله نسجل عند الزهراء معزين حقيقيين لأهل البيت، معزين حقيقيين بإمامنا الغالي على نفوسنا سيد الشهداء الإمام الحسين، الله يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال بحق محمد وآله الأطياب الأطهار. هواتفنا راح تكون بالخدمة عندكم إخواني أعزائي من داخل العراق، بإمكانكم الاتصال عبر يعني الأرقام الظاهرة، ومن خارج العراق أيضا عبر الواتساب موجود، وأيضا أكو رقم خاص لرسائل الواتساب. يوم أمس كانت كثيرة هي يعني الاتصالات التي تأتي عبر رقم الواتساب اللي هو على التابع عندنا هنا، ما نستطيع. أكو عندكم أرقام هسه رقم المشاركة هذا يكون، وبي واتساب أكو من خارج العراق مكتوب، الأرقام تقدرون تأخذوها وتستفيدون من عندها، لكن اللي مكتوب للرسائل فقط للرسائل إخواني، ما نستطيع أن نأخذ أي اتصال، والعذر عند كرام الناس مقبول وعظم الله أجركم. الآن هذا الرقم اللي موجود من خارج العراق بإمكانكم الاتصال على هذا الرقم عبر الواتساب، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وعزائكم في ليلة العزاء في رحاب مولانا علي الأكبر عليه السلام. ماذا نهدي هذه الليلة حبيبنا علي الأكبر مع الزوار مع الخدم الأوفياء لسيد الشهداء؟ سنتعرف على هذا الإهداء بعاشوراء من خلال فقرة إهداءات عاشورائية. حياكم الله إخواني أعزائي، الله يتقبل أعمالكم يحفظكم يسددكم ويجعلكم في مقامات عالية بحق إمامنا الغالي الحبيب على نفوسنا سيد الشهداء الإمام الحسين عليه آلاف التحية وآلاف السلام في رحاب علي الأكبر في هذه الليلة. أثناء أيضا بإمكانكم الاتصال، بإمكانكم مشاركة، ونأخذ المشاركات بإذنه تعالى، ونسأل سؤال اليوم هذه الليلة ونحن نذكر علي الأكبر ونقيم العزاء عليه وعلى أبيه وعلى إخوته وعلى عمه العباس وعلى
كل أصحاب كربلاء، شهداء كربلاء. ماذا نقدم هذا اليوم لحبيبنا علي الأكبر؟ خلنا نأخذ اتصال ومن بعد نتكلم إن شاء الله. أبو يوسف من كربلاء، حي الله أبو يوسف، عظم الله أجرك وأحسن الله عزائك. أبو يوسف من الكوت، أعتذر، حي الله أبو يوسف. عظم الله أجوركم وأجوركم، يحسن عاقبتك. ومأجور أبو يوسف بمصاب حبيبنا الحسين، وأجرك واصل بمصاب علي الأكبر من نذكره هذه الليلة. علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، باب من أبواب الحوائج، وشفيع لنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأجور الوالد والشعراء، يسددك أبو يوسف، الذين هم في تقدير لا يقلون شأنا عن أصحاب الحسين بالسير إن شاء الله. شأن أصحاب الحسين شأنهم عالي، لا أصحاب مثل أصحاب الحسين، لكن نتمنى أن نكون شو نقول وياهم، حصل على درجتهم، أليس كذلك أبو يوسف؟ قبل كم يوم تفرج أي أتشرف، كنت معي في حلقة من الحلقات. نعم أبو يوسف، لكن لن أستطيع الكلام بسبب لقاء. الله يساعدك، هو اللي يذكر الحسين يبقى ساكت. أبو يوسف فدوى أروح لك مثل أنا بكي من على نشاهد الإصابة على ومن ذلك الحق أنا هذا ويبكي. مأجور، أنتم معي في العزاء، مشتركون بالأجر والثواب، ويا رب يا رب أمنيتنا تتحقق، أن نكون ويا الحسين دنيا وآخرة. احنا نحب الحسين هواي، وآل الحسين هواي، وآل بيت رسول الله هواي، لولا فريد نكون وياهم. فعزاءهم عزاؤنا، ما يؤلمهم ما يؤذيهم يؤلمنا ويؤذينا، أليس كذلك أبو يوسف؟ نعم أحسنت. مأجور يا نور عيني، إذا عندك مشاركة نسمع نور عيني، تفضل. أنا عندي إهداء لأن أمشي. يلا 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 نأخذ إهداء، اشتهدي اليوم علي الأكبر، حبيبنا علي الأكبر. مجيتي تقريبا كيل ونص يومين أمشي هديه خطوات إلى سيد مولاي الإمام الحجة عبد الله فرج. فدوى أروح لك، أجمل ما يكون أن نذكر صاحب الزمان المعزة بجده الحسين الغالي على نفسه وعلى أنفسنا كلنا. هنيئا لك بهذا الإهداء، مقبول ولو كانت خطوة واحدة عزيزنا أبو يوسف، صدقني صدقني صدقني، القليل خير من الحرمان. شكرا أبو يوسف، خناخد اتصال آخر. سلام عليكم ورحمة، دموع ويانا من الناصرية، حياكم الله. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجركم الله وأحسن الله عزاءكم، عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء. مأجورين إن شاء الله، تفضلوا خذ دموع إن شاء الله. اللهم اجعلنا من زوار الحسين يا رب يا اللي. رب يا رب، العالم بأسره مشتاق إلى زيارة الحسين، ويا رب في هذه الأيام يأتي في الأربعينية، يأتي إن شاء الله الكل يأتي ويصل إلى الحسين ويعزيه بأيام المصاب والعزاء إن شاء الله. أفضل دعواتكم يا رب، ترزقون الكل، يرزق الكل، يرزق إن شاء الله. يا أبو عبد الله لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا حسين، السلام عليك يا أبو عبد الله على الأرواح التي حلت هناك، عليكم مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقى الليل والنهار، ولا جعل الله أخذ عهد مني بزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا علي الأكبر، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، الله اللهم اجعلنا من أنصار الحسين، اللهم اجعلنا من زوار الحسين يا أبو عبد الله، استقل زيارتك سيدي. الله يساعدكم، الله ينولكم الزيارة قريبا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين يا أبو عبد الله. مأجور إن شاء الله، مأجور يا أبو عبد الله، مسجلون معنا زوارا وخداما ومقيمي العزاء على سيد الشهداء. برنامجنا عنوانه شنو؟ حي على العزاء، يعني هلموا إلى عزاء سيد الشهداء، ونحن كلنا كلنا في عزاء في عزاء في عزاء من أول ليلة، ويبقى العزاء للعشرة الأولى ومحرم وصفر، وفي كل وقت من أوقاتنا ننادي يا حسين. نأخذ اتصال آخر. سلام عليكم أبو علي من الديوانية، مرحبا بك أبو علي. السلام عليكم، مساء الخير، عظم الله لنا الأجر، مساك الله بالخير وعظم الله أجرك وأحسن عزائك أبو علي، وزعي إلى خدمة الحسين. آمين يا ربي،
تعلم اللي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. يا نور عيوننا يا حسين. السلام عليك وعلى ولدك علي الأكبر. يوم ولدك يوم اشتسلت يوم تبعته حيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على كل ظالم ومتجبر. الله أكبر على كل طاغٍ وفاسد ومتكبر. اللهم انصر المظلومين في بلاد العرب المسلمين وكافة أرجاء المظلومين. مأجور أبو سيد على هذا اليوم أدعي لك الخير والمفقية وإن شاء الله على نهج الحسين يا ربي إلك وإلي وكل مشاهدينا وكل العالم من يذكر الحسين ويقيم العزاء عليه توفيق تسليم. طيبة يا عبد الله الحسين طيبة بسيدي أيوة حسين كله من كربلاء وكله أرض كربلاء كله أيوة كل أرض كربلاء أيوة حسين أيوة حسين أيوة غريبة ومذبوحة وعطشانة حسين ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان سامحنا سيدي والله والله أحسنت وأجدت والله 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 عبد الله لنا ولكم العجم إن شاء الله من جوار الحسين يا رب إلك وإن ولكل المشاهدين والسامعين على هذا البرنامج العظيم الله العظيم سامع يوميا سيد على هذا كرمك جازي نور عيني انت متفضل بمتابعتك متفضل علينا وانت ويانا محسوب انت وعائلتك واحبائك ومن يعنيك امره مشترك والله هي البرامج المقدسه يا البرامج العظيمه يا البرامج الثقافيه تنفع الترجل بسبع يا رزاق اللهم ارزقنا رزقا مباركا الله العظيم صاحب فضل اشكرك يا نور عيني هذا أكثر من 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 اللازم أنت كرمك جازي نور عيني وعلى شكرا من البرامج الله يخليك شكرا عليكم برنامج آخر سيد علاء لو فقط هذا البرنامج حاليا في هذه الليالي العشرة تعودنا وللموسم الرابع أو الخامس في برنامج حي على العزاء وفي العشرة الأخيرة من يوم 10 صفر إلى 20 صفر عندنا برنامج في كل سنة في انتظار زينب كلنا ننتظر زينب ذلك الركب في يوم 40 إن شاء الله سيكون هذا البرنامج في العشرة ما قبل يوم 40 من 10 صفر إلى 20 صفر إن شاء الله ببركات دعواكم وإذا الله أعطانا الحياة باقين نكون معاكم إن شاء الله جيد خلينا نكون بهذه الرسالة سلام عليكم سلام على الحسين عظم الله أجركم بمصاب الحسين وأهل بيت الحسين شكرا لكم صاحب هذه الرسالة ما مذكور بها أي اسم دعوا لي خدكم آني الله يجور بخاطركم ويهدي النفوس ويطلع تعيني ترزقون ما تتمنون جميل جدا أن ندعو الله ونجعل وسيلتنا سفينة النجاة ومصباح الهدى سيد الشهداء الحسين يا رب جاه الحسين يا رب بأيام هذه بأيام الحسين إلهي بمصيبة الحسين إلهي بأولاد الحسين إلهي بأخت الحسين إلهي بأخي الحسين يا رب ارزقنا ما نتمنى وارزقنا العافية في كل أمورنا في قضاء حوائجنا وأجمل حاجة إذا كانت تقضى هي تعجيل فرج إمامنا صاحب الزمان ونكون دائما من المعزين لمحمد وآله الطاهرين في الخدمة شكرا لكم البارحة كان أحد إخواننا وأعزائنا يمكن محمد علي يقول ممكن أنقل لكم مواكب مدينة المسيب قلنا له بالخدمة يقول آلية النقل ممكن استلمها من البث المباشر أو من هنا واتساب لا ممكن تتصل محمد تتصل علينا وتعطي تعازي وتنطينا الأجواء اليوم فيلم سيب هكذا مواكب كانت هكذا تعازي هكذا مجالس وعظ هكذا مجالس لطم تخلينا بالصوت والصورة معك ونتشرف بأن تنضم معنا بإذنه تبارك وتعالى في الحلقات القادمة هسه يوم غد قد نكون أكفد وقفة صغيرة بعد يوم غد إذا شاء الله نكون مع ليلة الوحشة ليلة الوحشة صعبة حنكون هي ختام الحلقة في ليلة الوحشة بإذنه تعالى في ذكر أبي عبد الله الحسين عليه آلاف التحية والسلام رسالة سلام على الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين مأجورين الله ينعم عليكم
ونرزق زيارة الإمام الحسين، نحن وكل المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله ترزقون ما تتمنون. صاحبي هذه الرسالة، سلام عليكم، أرجو الدعاء بالعافية، عندي مرض بالرأس، ادعوا لي أطيب من عنده أم محمد، الله يمن عليكم بالشفاء تام أم محمد، ولكم من دعاء الرسالة والدعاء بدفع البلاء والأعداء عنا، سالمين وغانمين كل أحباء الحسين وكل من يذكر الحسين بإذنه تعالى. السلام عليكم، سلام على سيدي مولاي أبي عبد الله وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين. ما مذكور اسم بس أعتقد من أم حيدر هي صاحبة هذه الرسالة، وأنتم مأجورون إن شاء الله. سلام عليكم، أطلب منكم الدعاء في مواكب عزاء الحسين وخصوصا أن المنبر الحسيني مريضة سرطان شيماء، الله يمن عليها بالشفاء. أم أحمد هي من بعثت المشاركة معنا، شكرا لكم. رسالة أم علي من البصرة، نعزي صاحب الأمر، أرواحنا فداة بهذا المصاب الجلل، إخواني أرجو الدعاء لي بقضاء حاجتي، أختكم أم علي من البصرة، حياكم الله. رسالة أخرى، اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين ويحفظكم ويخليكم كادر برنامج حي على العزاء، شكرا لكم، يتقبل أعمالكم يزيد توفيقاتكم. ما أدري ايش قد عندنا من الوقت، بقى زميلنا المخرج ايش قد، عفوا، جيد، خلينا نقف وقفة عند يعني إهداءاتنا العاشورائية في هذه الليلة، قلنا هي في رحاب ذكر مولانا الأكبر سلام الله عليه، نطرح ثلاثة يعني اختيارات وبالتالي نتأمل أن نتحصل على واحدة منها، وفي هذه الليلة نقدمها هدية لمولانا علي الأكبر عليه السلام. هل نقدم اليوم ثواب بر والدين، بر الوالدين، اليوم الله يحفظ الآباء والأمهات إذا كانوا على قيد الحياة، هم نعمة من نعم الله إخواني أعزائي، علينا أن نشكر رب العزة تبارك وتعالى على هذه النعمة، وإذا كان واحد منهم قد رحل إلى الدار الآخرة نستغفر له ونشركه في عزاء سيد الشهداء، ونتأمل الخير كله لعائلتنا وناسنا وأحبانا وكل شيعة أهل البيت. نقدم لمولانا علي الأكبر ثواب بر الوالدين، وعلي الأكبر كلنا يعرف كان بارا بوالديه بأبيه الحسين وبأمه ليلى الثقفية سلام الله عليه. أجمل حديث ما ذكرناه في فقرة باب الجنة إخواني عندما استرجع الإمام الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. المهم سأل لما استرجعت، قال تلك المقولة أرى أنفسنا نعيت إلينا، رأيت يعني ناعي على فارس على فرس، ويقول الناس القوم يسيرون والمناية تسير معهم. على كل حال إلى أن قال لوالده يا أبتي لا أراك الله سوءا، يعني هو يدعو الوالده يحب والده، هذا بر بالوالدين. قال بلى والذي، ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. يا إذن ماذا قال الرواية؟ كل بويا من بالي، لا تدير بال، احنا وياك، اذا لا نبالي ان نموت محقين. هنا اجمل كلام من الوالد والوالدة اذا دعوا لوليدهم، ماذا قال امامنا الحسين؟ جزاك الله من ولد خير ما جزى والدا عن والده. اليوم اذا ما اردنا ان نقول فرد كلمة طيبة في رحاب والدينا، نبر والدينا، نهدي هذا العمل وهذا الأجر والثواب إلى مولانا علي الأكبر عليه السلام. جيد جدا، وبالتالي رسول الله ماذا يقول في رحاب بر الوالدين؟ نظر الولد إلى والدي حبا لهما عبادة. اثنين، ثواب سقاية الماء، هو ذهب إلى أرض المعركة ضمآنا واستشهد، أيضا زيارة مخصوصة له، روحي له الفداء في هذه الليلة. إلهنا لا تحرمنا من الحسين وآل بيت الحسين، واجعلنا من أنصار صاحب الأمر، اللهم عجل لوليك الفرج. إلى الملتقى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم. فكل الحسين فرز وكربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جدك، ابكي للحسين، ابكي للحسين.